بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة النهاردة عندي كلام كتير جدا عايز أتكلمه مع حضراتكم، وحاجتين مهمين جدا. أولا افتتاحات النادي الأهلي واللي بيحصل داخل النادي الأهلي من تطورات كبيرة جدا جدا في النواحي الإنشائية داخل النادي الأهلي، ده هتكلم مع حضراتكم فيه. وإن شاء الله في الجزء الثاني هحاول الحقيقة أجيب مع لحضراتكم كابتن سيد عبد الحفيظ، هتكلم معاه عن حاجتين مهمين جدا جدا خلال الأيام اللي فاتت، والحاجتين دول هيأثروا علينا خلال الفترة اللي جاية. ولكن خليني أرجع للموضوع الأول. النهاردة الحقيقة في الشيخ زايد، واستكمالا لسلسلة الإنشاءات والمشروعات اللي بيتم افتتاحها خلال الفترات الأخيرة، سواء من مجلس إدارة النادي الأهلي السابق أو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، زي ما حضراتكم شايفين إنشاءات في أو افتتاحات إنشائية في كل فروع النادي الأهلي. ولكن النهاردة تحديدا كان هناك افتتاح مجمع الصلاة في فرع الشيخ زايد. طيب، ومجمع الصلاة طبعا كان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومعاه كل أعضاء أو معظم أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، الأستاذ خالد مرتجي طبعا، والأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، والمهندس سامح، وبقية أعضاء مجلس الإدارة اللي كانوا متواجدين في هذا الافتتاح لمجمع الصلاة الرائع زي ما حضرتك شايف كده. وأنا بقول لحضراتكم الكلام ده لأنه بعد كده أنا هتكلم في كلام مهم جدا 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 عايز أتكلم فيه مع جمهور النادي الأهلي. ولكن خلينا الأول ننبسط بهذا الشكل، خلينا ننبسط بكمية الإنشاءات اللي موجودة اللي بتخدم النادي الأهلي وبتخدم مصر، بتخدم النادي الأهلي وبتخدم مصر. دي مهمة جدا جدا الكلمة اللي أنا بقولها دي أو الكلمة اللي أنا بقولها دي. كمية المواهب اللي حضراتكم شايفينها دول أهلوية ولكنهم مواطنين مصريين كلهم بيتمرنوا في النادي الأهلي في مجمع الصلاة الجديد، سواء الكاراتيه أو الاسكواش أو بقية المجمع اللي تم افتتاحه النهاردة زي ما حضراتكم شايفين. ده الكاراتيه بس. هما دول اللعيبة اللي حضراتكم أو المواهب اللي حضراتكم شايفينها دي بتنتمي للنادي الأهلي ولا بيروحوا معظمهم لمنتخب مصر؟ أنا مش عايز بس أكثر فرحة الناس بإنشاء أو إنشاءات كبيرة جدا ومهمة جدا في الشيخ زايد، وعد بيها مجلس إدارة النادي الأهلي في السابق، والحقيقة استكملت في أو تم افتتاحها في مجلس الإدارة الحالي زي ما حضراتكم شايفين. حاجة في منتهى الجمال كان افتتاح مجمع الصلاة في فرع الشيخ زايد في حضور اللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نائبا عن وزير الشباب والرياضة، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وبقية الموجودين الحقيقة. وزي ما حضراتكم شايفين حاجة جميلة جدا جدا وحاجة في منتهى الروعة، صلاة على أعلى مستوى، على أعلى مستوى. سكواش زي ما حضراتكم شايفين، حاجات مهمة جدا 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 في عالم الرياضة المصرية